برعاية وزير الثقافة محمد الأحمد، تم افتتاح مهرجان حمص الثقافي بحفل فني لكورال جرح الجيش العربي السوري تحت عنوان جرح الغار. عندما نقيم مهرجان في دمشق أو في حمص أو في اللاذقية أو في حمص، نحاول دائماً أن نقدم الثقافة بأبهى صورة ممكنة. وحمص مدينة عريقة ومدينة ضاربة في التاريخ، وهي التي أنجبت جوليا دمنة وديك الجن وعبد الحميد الزهراوي وعبد الباسط الصوفي ونسيب عريضة وعبد المعين ملوحي وسامي دروبي وسواهم. أجمل ما يميز هاي الاحتفالية أنه نحن عم نحتفل بحمص ضمن النشاط الثقافي، بيتواكب مع انتصارات جيشنا العظيم، جيشنا العربي السوري، فهي والفرحة فرحتين. تخلل الحافل تكريم كوكب من قامات الفن والأدب والموسيقى في حمص بحضور محافظ حمص وفعالية رسمية وشعبية على مسرح دار الثقافة بالمدينة. أهمية هذا المهرجان اليوم هو أنه دليل عافية هذا الوطن العظيم، دليل انتصار على كل الجبهات، وأننا يعني نجد في تكريمنا اليوم هو بادرة صحية من المسؤولين عن الثقافة. يعني مهرجان ثقافي هلأ بهي الظروف، أنا بعتقد أنه يعني شيء بيتوقف عنده، يعني محطة فعلا حقيقية، وإن شاء الله أكيد مثل ما أنا متأكد أن الوضع رح يتحسن بالبلد وبالنهار تبع الإنسان العادي بالواقع المعيشي بالواقع الأمني وإلى آخره، الواقع الموسيقي والواقع الثقافي كمان رح يتحسن إن شاء الله. يستمر المهرجان لمدة أسبوع بفعاليات فنية وثقافية مميزة، من معارض للفن التشكيلي والصور والنحت والكتاب وأمسيات موسيقية، بالإضافة إلى عروض مسرحية وأفلام وبالي وندوات ثقافية. مثل ما نحن قاتلنا وحاربنا وقدمنا شيء غالي فينا نحن هلا بنثبت هالشيء ونقدم بالفن عن طريق الفن والحضارة، يعني أي شيء فينا نقدمه بنقدمه. يعني للشرف أني أقدم إصابتي فداء تراب هذا البلد، ونحن متواجدين اليوم بحمص الحضارة لحتى نقدم رسالة لكل جرح الجيش ولكل العالم، أنه نحن مو بس بنحارب بالسلاح، نحن بنحارب بالكلمة وبالفن وبالرسالة. مدينة حمص بكون سعداء بفعاليات بتتيح لنا الفرصة أنه ترجع الحياة لأرواحنا أول شيء، لأنفسنا، وبالتالي نشوف الحياة بحمص مزدهرة ظريفة رائعة، ونعيش كلياتنا عرس وطني دائم وبامتياز. نحن بنستاهل الحب، نستاهل السعادة، نستاهل الفرح. نبض حمص الثقافي عاد متعافيا حاملا الألق وروح الحياة لمدينة كانت ثقافتها أقوى من كل إرهاب، أراد النيل من حضارة كتبها السوريون بسطور من ذهب، الشهداء وخيوط الشمس على أرض وطن لا يعرف سوى النصر.